صباح الخير يما. علاش لقيتي روحك بهذا الشيء كامل؟ الميكروبات ينتشروا في كل مكان، انا بها جبت معايا ما جافيل. ايما اك جافيل ما كانش احسن للتطهير. اك الجافيل يقضي 100% على الميكروبات والجراثيم. اقل في دارك في طبعتها الثانيه، 4 اسئله 4 هدايا، منتوجات اقل للتنظيف لمده 3 شهور، اون تابلات شباب بزاف، اون ماشين لافي، والجائزه الكبرى طقم من ذهب يعني اون باريغونو. يا دار العائله تاع اليوم راهي قادره تلحق. مرحبا بكم معنا في حصتنا وحصتكم اقل في دارك. مشاهدينا في حصتكم جاوب تربح اقل في دارك. كما راكم تشوفوا رانا في ولايه بسكره، رانا في عروس الزيبان، رانا في وسط النخل. انا بزاف فرحانين، كي المخلوعين رانا غير نصوروا باسكو سي لا بروميير فوا اللي جينا لبسكره. جينا احنا واقل في دارك طبعا، وهذا طلب منكم باش نشوفوا العائلات البسكريه اللي راح تستقبلنا ونشوفوا واش راح تربح معنا ومع اقل في دارك. مازلنا في تحويسه تاعنا في ولايه بسكره، وبالضبط اليوم رانا في بسكره فيل، بلوز اكزاكتومون في 140، حي اسمه 140. جينا نشوفوا عائله عزوك، نورمالمون راهم يتسناو فينا ان شاء الله. تبعوني. لا اسكو فيها لومبا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. عائله عزوك. انا بشرى اجل في دارك. الله يسلمك. صحة. قلت لك شفت مرسومة هنا لومبا، ما باليش تشعل الدوش. شنو تصوني؟ زيد نصوني وحدة. مساء الخير. واش راك؟ الحمد لله. ربي يسلمك، ربي يطول عمرك. حبا حنايا اقل في دارك، انتوما بعثتوا لنا، الله يسلمك. نقدروا نجوزوا؟ يعيشك. زيد وحدة. رانا مع عائلة عزوك ورانا مع سيد الزهر. واش راك سيدي؟ الله يسلمك. الله يعيشك. لاباس، يسلمك، مرحبا بكم. ربي يعيشك، يعطيكم الصحة كي استقبلتونا في داركم. مرحبا بكم سيدي، مرحبا بكم في داركم وفي ولاية بسكرة إن شاء الله. الله يسلمك، كيفاش راك شوية مع سخانة؟ والله جو الصحراء شوية قاسي يعني من ناحية في الصيف. في الصيف؟ تقريبا هو صيف، تقريبا المناخ تاعها جاف صيفا. سخون وسخون سخون. بصح صافا انتوما والفتوا. لازم تتأقلم على الله. معليش، المهم صحة ولهنا. إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. واش دير في حياتك اليومية؟ والله نخدم عند موظف عند الدولة. موظف، الله يبارك، ربي يعاونك ويقدرك. شكرا. الله يسلمك. تعرف هالحصة تاعنا شكون بعث لنا؟ كون بعثت الحساب باش نجو باغ ايميل. بنتك؟ ايه. بنتك ولا وليدك؟ لا بنتي. بنتك. ربي يعيشها. الو، حنا الحصه تاعنا فيها 3 اسئله. السؤال الاول دائما نطرحوه للاب اللي هو رب العائله، كي يجاوب جواب صحيح يربح معنا 3 شهور مواد تنظيف من عند اكل. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. ان شاء الله.
سؤالنا يقول البرازيل قبل 1822 شكون كان محتلها؟ والله كما تخلنيش الذاكرة البرتغال أكسيور وكان تخونك الذاكرة ما تديش أقل لا يعني البرتغال سيغ ان شاء الله يا ربي ان شاء الله نروحوا نشوفوا سؤال ثاني نعاودوا نولوا نشوفوا سيد الزهر الى جاوبنا الجواب صحيح ولا ربح معنا عقل رانا دوك مع سحر واش راكي سحر تمام الحمد لله الحمد لله اسمك شباب بيخليك يسلمك شنو اسمك جدي جدك مازال عايش في مازال مازال ربي يطول عمره ان شاء الله دلني برك شويه الميكرو باش نسمعك مليح سحر انت هذا العام جوزي الباك ان شاء الله ربي يوفقك وصباركي واجده لاباس انا شويه شويه دي فوا نعد لاباس ودي فوا نعد مقلقه من ستريس ومنك سي نورمال لا ربي يسهل ان شاء الله ان شاء الله واش مشعبه راكي سيونتيفيك سيونتيفيك تسمع نورمال ان شاء الله سؤالنا يجيك سهل يا سحر احنا ماذا بينا جاوبي الجواب صحيح تقولي لنا هذا الرمز واش يمثل هادين هاكي سيغ هادين ان شاء الله يكون هادين نعاود نفكرك باللي الا جاوبك كان صحيح تربحي معنا ان تابلت على بالك شكون اللي يهدي لك لا تابلت اقل تعرفي اقل تخدمي شغل مع ماماك ولا كي تقراي برك ديفو هكا ما تخلينيش نقضي بزاف ما تخليكش ربي ان شاء الله يعيش هاد ان شاء الله يسلمك ندوزو نشوفو سؤال ثالث ونعاودو نولو نشوفو سحر اللي ربحت معنا لا تابلت اللي مهدات من طرف اكل مدام واش راكي لاباس دني شويه الميكرو لاباس الحمد لله الحمد لله يا ربي يعطيك الصحه كي استقبلتينا في دارك لا انا بلا مزيه اختي الله يسلمك الحصه تاعنا مال فاتو فيها هاي دائما تفرجها وتعجبك اه مليحه الاسئله مال فاش شويه تجاوبي عليهم كي صديقو انت واش ديري في حياتك اليوميه ربت بيت ولا تخدمي برا ربت بيت الله يبارك ان شاء الله ربي يقدرك ربي يخليك ربي يسلمك وان شاء الله تفرحي بسحر ان شاء الله جيب الباك يعيشك ربي يخليك ان شاء الله يا ربي انا على بالك بلي السؤال الثالث في حصه اكل في دارك هو للام والام اذا جاوبت جواب صحيح تربح معنا اون ماشينا لافي ان شاء الله يا ربي سؤالنا يقول وقتاش بسكرة اصبحت ولايه تاريخ الكامل واش من عام؟ ما مش متذكرة يعني قولي هكاك اش عام بالك يكون هو مش بس كاش جواب هكا بالك تزهر لك يكون 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 الجواب صحيح ما عندكش إجابة ما عنديش يعطيك الصحة نجوزو للصالون برك نشوفو سحر وسي الزهر إلا جاوبونا الجواب صحيح واش راح تربحوا معنا ما عنديش تفضلي كما راكم تشوفوا مشاهدينا اجتمعنا بعائلة عزوك باش نشوفوا شحال من جواب جاوبونا صحيح واش راح يربحوا معنا ومع اكل في دارك بدينا بك سيدي الزهر صافا لاباس الحمد لله الحمد لله عيط برك شويه باش نسمعوك قلنا لك باللي قلنا لك باللي البرازيل قبل 1822 شكون كان محتلها قلنا البرتغال البرتغاليين البرتغال والجواب صحيح مبروك عليك الله يسلمك هاك ربحت 3 شهور ما تسقوش عليك جات السيد الزهر كاع ايا وعياتهم سخانه هاك ربحت معنا 3 شهور مواد التنظيف مهدات من طرف اكل
شكرا لهم. ان شاء الله تستعملهم مدام بالصحه والهنا. الله يسلمك ان شاء الله. الله يعيشك يسلمك. ندوزو ليك سحر، عطيها الميكرو. سحر وريت لك واحد التصويره قلتي لي هذه تمثل الاديان. مبروك عليك الجواب صحيح. ان شاء الله تجيبي الباك وكي ربحتي معنا ان تابلت. ان شاء الله. مهدة من طرف اجل تفضلي. مدام قلنا لك في اي سنه بسكره ولات ولايه؟ ما عطيتيناش جواب والجواب هو في 1974. معليش مدام. معليش. ان شاء الله بربي. ان شاء الله ان شاء الله نعاودوا نولوا كل مره ونشوفكم بخير وبالصحه وبالهنا ان شاء الله. عائله عزوك ربحتوا معنا 3 مو دو برودوي ديتيرجون اكل وان تابلت مهدات من طرف اكل. يعطيكم الصحة كي استقبلتونا عندكم مدام. ان شاء الله نكونوا كنا ضياف خفاف عليكم وان شاء الله نتلاقاو في ساعة الخير. ان شاء الله يا مرحبا بكم في اي وقت. ربي يعيشك. مشاهدينا سنوني في العدد الجاي، ما تنساوش بلي نتوما تاني ديروا كيما سحر وعائلة عزوق اللي بعثوا لنا باغ ايميل وحطوا لنا رقم الهاتف ولقاونا جينا عندهم. سنوني ان شاء الله في العدد الجاي وما تنساوش بلي احنا واقل اللي همنا هو نتوما. بقاو على خير. سول فريشور لافاند، عطر جميل يغزو منزلكم. توب سول ينقلكم إلى عالم آخر من الأحاسيس. هذا البرنامج قدم لكم برعاية أجل.